وبشأن تداعيات الحرب في أوكرانيا وزيارة الرئيس التركي أردوغان لفيف واجتماعه بالرئيس الأوكراني بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الصحفي التركي حمزة تكين. أهلا ومرحبا بك أستاذ حمزة. حياكم الله. قبيل الحرب الأوكرانية زار الرئيس التركي أردوغان كييف، في حينها علق المراقبون أن الزيارة تأتي رفضا لاحتلال روسيا لشبه جزيرة القرم. ما الأهداف التي تقف وراء زيارة اليوم؟ يعني هي تأكيد أهداف زيارة اليوم إلى أوكرانيا، زيارة أردوغان، تأكيد على موقف تركيا الثابت فيما يتعلق بقضية الحرب الروسية على أوكرانيا، رفض تركيا لهذه الحرب، وتأكيد تركيا على وحدة الأراضي الأوكرانية. هذا ما جدده أردوغان أصلا في تصريحاته اليوم، وبطبيعة الحال يقصد أيضا كذلك جزيرة القرم، وبالتالي هو تأكيد على الموقف التركي الداعم للجانب الأوكراني وللموقف الأوكراني بمواجهة هذه الحرب. هذه النقطة الأولى أو الرسالة الأولى من هذه الزيارة. الرسالة الثانية هي قضية استكمال اتفاق اسطنبول الخاص بتصدير الحبوب إلى العالم، الحبوب الأوكرانية. هناك مساعي تركية لتوسيع هذا الاتفاق وزيادة عدد السفن يعني التي تنقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم، وهناك تجاوب من قبل روسيا ومن قبل أوكرانيا في هذا الأمر. وكذلك النقطة الثالثة والأخيرة والأهم، أو ربما لا تكون الأخيرة، الأهم في هذه الزيارة، هي قضية مساعي أردوغان لجامع بوتين وزيلينسكي على طاولة واحدة ربما في إسطنبول قريبا. هذه الزيارة جعلت هذه القمة يعني أو حصول هذه القمة يعني أمر ممكن أكثر مما كان عليه قبل أيام أو قبل أسابيع أو قبل أشهر. الرئيس التركي اصطحب معه وفدا رفيع المستوى ووقع عددا من الاتفاقيات مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي. ما الدور الذي تريده تركيا في هذا التوقيت، وهل تسعى لما هو أبعد من الوقت الحاضر برأيك؟ طبعا اليوم الوفد كما أشرت، حجم هذا الوفد يشير إلى أهداف أخرى لهذه الزيارة غير الأهداف التي ذكرناها في المداخلة الأولى. يعني أن يصطحب أردوغان معه على سبيل المثال رئيس الصناعات الدفاعية التركية، هذه رسالة عن استمرار الشراكة العسكرية فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية بين كييف وبين أنقرة، واضح. اصطحاب كذلك وزير الدفاع التركي رسالة على استمرار الشراكة العسكرية والدفاعية بين أوكرانيا، اتفاقيات هناك ولو كانت محدودة في أماكن معينة، ولكن هناك اتفاقيات بين كييف وبين أنقرة. كذلك تم توقيع اتفاقية مهمة جدا، هي قضية أن تركيا ستتولى بشركاتها عبر شركاتها إعادة بناء وتأهيل وترميم البنى التحتية التي دمرتها روسيا في أوكرانيا خلال هذه الحرب. ربما الآن لا تبدأ هذه العملية عملية الترميم، ولكن التوقيع تم، وبالتالي هذا التوقيع يشير إلى أن تركيا تدرك أن أمرا إيجابيا سيحصل في الفترة المقبلة، إما يخفف من وطأة الحرب وإما ينهي هذه الحرب. لذلك تم التوقيع على هذا الأمر، وبالتالي الشركات التركية الآن ستتحضر وتبدأ بتجهيز المشاريع لتنفيذها في المرحلة المقبلة. وهذه خطوة ونجاح اقتصادي كبير للجانب التركي، وثقة كبيرة من الجانب الأوكراني بالجانب التركي أن توقع كييف وأنقرة هذا الاتفاق. هذا إلى أي مدى أستاذ حمزة ترى أن اتفاق اسطنبول يمكن أن يبنى عليه في ظل مساعي دبلوماسية أعمق لجمع بوتين وزيلينسكي في أنقرة وإنهاء الأزمة أو اسطنبول؟ يعني برأيي يمكن أن يبنى عليه بطبيعة الحال. اتفاق اسطنبول فيما يتعلق بالحبوب أعطى إشارة إيجابية من كلا الطرفين الروسي والأوكراني أن هناك نية لتوافق ما حول بعض الملفات على أقل تقدير في هذا الوقت، وبالتالي تركيا بنت والرئيس أردوغان شخصيا بنى هذه الزيارة على اتفاق اسطنبول، وبالتالي هذه الرسائل الإيجابية من كييف ومن موسكو تلقفتها أنقرة. لذلك سافر أردوغان إلى أوكرانيا، هناك ليونة إذا صح التعبير وتجاوب ولو جديد وبسيط نوعا ما من بوتين ومن زيلينسكي لناحية موافقتهما على عقد القمة الثنائية برعاية أردوغان، وربما تكون هذه القمة في إسطنبول.
نعم صحيح أن الحرب ما زالت مستمرة، ولكن تركيا حريصة على أن تعقد هذه الطاولة لإذابة الجليد بين الطرفين وطرح ملفات كيفية إنهاء الحرب. يعني ربما هناك شروط من أوكرانيا وبعض الشروط من روسيا، ولكن تركيا تقول اجلسا على طاولة واحدة وناقشا هذه الشروط وجها لوجه. المتوقع أن ينجح أردوغان بتحقيق هذه من جانب المهمة آخر، خلال الفترة زيارة المقبلة. الرئيس التركي إلى أوكرانيا تأتي في ظل وقع استمرار روسيا لاستهداف المدن والبلدات الأوكرانية، هل يعرقل ذلك استمرار اتفاق إسطنبول الذي يراه العالم هو طوق النجاة لأزمة الغذاء العالمي ومن ثم إنهاء الحرب بمساع تركية؟ يعني استمرار روسيا بالقصف في هذا عهد روسيا سيد الكريم، يعني عهد روسيا، شاهدنا روسيا في سوريا، في الآن في أوكرانيا، وسابقا في الشيشان، هذا عهد روسيا، يعني لا تلتزم كثيرا بالاتفاقيات، وعهدها التدمير والقصف والقتل. رغم ذلك هناك محاولات دبلوماسية تركية وأممية للضغط على الجانب الروسي لتخفيف هذه الحرب في هذه الفترة. رغم هذا القصف لا يوجد أي إشارة إلى أن هذا القصف أو استمرار الحرب سيؤثر سلبا على قضية اتفاقية اسطنبول فيما يتعلق بالحبوب. هذه الاتفاقية منعزلة عن توقف أو استمرار الحرب، لذلك المتوقع أن تتوسع هذه الاتفاقية لناحية زيادة عدد السفن التي تنقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم. ولكن طبعا المطلب التركي أن على أقل تقدير حاليا يتوقف وقف إطلاق أو يحصل وقف إطلاق النار، يحصل وقف إطلاق النار وعقد القمة بين بوتين وبين زيلينسكي برعاية أردوغان. المساعي التركية سيد الكريم الدبلوماسية هائلة جدا وكبيرة جدا، وهذا ما أكد عليه أمين عام الأمم المتحدة، وما يؤكد ذلك يعني هذه الزيارة التي قام بها أردوغان رغم المخاطر، ربما كان هناك مخاطر أمنية، ربما يعني أردوغان أن يسافر إلى بلد يشهد حرب ليس بالأمر البسيط يعني، وبالتالي هي رسالة دعم كبيرة لأوكرانيا ومحاولة دبلوماسية كبيرة جدا من الجانب التركي، نتوقع نجاحها أكثر وأكثر في المرحلة المقبلة. نعم، من اسطنبول الصحفي التركي الأستاذ حمزة تكين، كنت معنا عبر السكايب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.